أهلا بكم بأخبار في دقيقة. ستكون منتصف شهر نيسان، المكتب الإعلامي للسودان يكشف تفاصيل اللقاء ببايدن، الانتقال لعلاقات شاملة بين البلدين تتصدر الأجندات. لأول مرة منذ سنوات العراق يغادر قائمة البلدان المتأثرة بالإرهاب، الوفيات بسبب العمليات الإرهابية تنخفض بنسبة 65%. بسبب امتناعه عن كشف ذمته المالية، النزاهة تصدر قرارا يقضي بسجن المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. تحذيرات جوية من تعرض البلاد لموجة مطرية شديدة تستمر اليومين، المحافظات تستنفر للتصدي للسيول وخبراء ينصحون بتعطيل الدوام. الكرملين يؤكد اعتقال منفذي الهجوم الدامي في ضواحي موسكو، حصيلة الضحايا بالازدياد ومئات المصابين في حالات حرجة للغاية.